السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبعكم الـ THA Professional مع فيديو جديد. لكم قرأتم في العنوان سويكم طريقة صناعة كود QR خاص بقناتكم أو موقعكم على الويب أو أي شيء، فقط تابعونا حتى تعرفوا طريقة صناعتها. وهي نبدأ. والآن كما ترى عزيزي المشاهد أمامنا تطبيقان. التطبيق الأول الذي هو هذا هو QR code generator، والثاني باركود سكان. التطبيقان لا يتشابهان، لكن الثاني يتمتع بصفة لا يتواجد عليها التطبيق الأول. سنتعرف عليها في الشرح التطبيق الثاني. المهم نشرح الآن التطبيق الأول ونبدأ. التطبيق الأول هنا نلقى كتابة كما نقول مسج، سؤال، أي شيء تكتبه. تكتب أي شيء. هذا فالشخص الذي يأتي ويفك هذا الكود يقرأ هذا المسج. أو نكتب سبسكرايب على قناة يوتيوب سبسكرايب. وتضع رابط قناتك. الذي يقوم بفتح هذا الكود سيدخل إلى هذا، سيقرأ هذه الرسالة ويدخل إلى الكود. تكتب له أي شيء أو رقم، تكتب له أي شيء تريده. المهم لحصول الكود طلع جنراتي وطلع سيف. حتى يقوم بحفظ هذه الصورة إلى صلاحية أستوكر. المهم التطبيق الثاني هو يتمتع بصفة فك الكود، يشيره إلى كود ويفكه. والحصول على صناعة كود التطبيق الأول مثلا بارتاجي يأخذك إلى هذه الأيقونة. هذه أيقونة تكتب شعر تسرده مثلا هكذا خيس وفقط. المهم وهذا فيديو لليوم. لا تنسوا اللايك وسبسكرايب للقناة. وفيديو قادم إن شاء الله إلى اللقاء.